قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، رئيسا للجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. وبهذه المناسبة أعرب معالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عن شكره وتقديره لثقة المشاركين لرئاسته للجمعية 46 بعد 100، مؤكدا معاليه أن هذه الثقة المقدرة تعد مسؤولية برلمانية يتطلع من خلالها التعاون المشترك والعمل الجماعي وتحقيق ما يصبو له الجميع من أهداف تسمو وترتقي بالرؤى والأفكار عبر مناقشات فاعلة وحوارات عميقة وبناءة، وأن يكون هذا الاجتماع الذي تحتضنه مملكة البحرين محطة فارقة ومنارة مضيئة في مسيرة أعمال واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.